فلما جيت هنا لأول مرة حسيت إن دي طايرة من الفرحة. هو ده المكان اللي عايزاه وحباه، كل حاجة أنا عايزاها لقيتها صراحة. هم قالوا لنا إن في ندوة وفي كشف على الأطفال، يعني كلمونا بكل شيء، في كل شيء، يعني مرحلة الحمل والتطعيمات اللي بعد الحمل والتغذية اللي لازم أبقى أنا باخدها يعني أثناء الحمل. في الحضانة بتاعت ابني الميس بتاعته قالت لي إن عايزين يعني يشوفوا الأطفال اللي هم من سن زيرو لثلاث سنين عشان لو في إعاقة أو حاجة نطمن عليهم. لازم نبقى واعيين عشان نعرف أطفالنا ونعرف نتعامل معاهم إزاي. وأنا فعلاً اتوعيت بحاجات كتير ما كنتش عارفاها. أنا عمري ما رحت ندوة وعمري ما رحت مكان ممكن أتكلم فيه أو يوعوني فيه. يعني كنا في مناطق شعبية، المناطق الشعبية طبعاً ما فيش تواصل ما بيننا ما بين المناطق التانية. من ساعة ما جينا هنا بصراحة وبقى في ندوات، بقى في حفلات، بقى ناس بتيجي ناس بتروح، بقى حاسة إن أنا بقيت خلاص مرتبطة ببقية الدولة، بالعالم الخارجي بمعنى أصح. كنت منعزلة. أنا ابني دولي، أنت لازم تدولي، فمحتاج شغل كتير، تنمية مهارات، تخاطب، عملوا مع الطفل حاجات جميلة جدا، وادوله جلسات كويسة جدا. المركز دوت مركز مجتمعي اللي بيعلمنا الخياطة وبيعلم جلود وبيعلم كل شيء هنا، وسمعت إن الموضوع يعني الواحد بيتعلمه في وقت قليل، ثلاث شهور. وهاخد شهادة بإذن الله، ربنا كرمني وقدرت أفتح مشروع، قدرت ما قدرتش هشتغل عند حد بمهنتي، بس اسمي معايا مهنة. أول لما جيت قالوا لي في كورس ميك اب، فاتصلت بدون استثناء جيت على طول سجلت اسمي. والله كانت صدفة كده، أنا كنت مش رايحة هنا، لقيت صحابي بيقولوا ده في هنا بياخدوا تدريبات وحاجات وكده، فرحت جيت. يعني حاجات كتير وأنا صراحة ما بفوتش الحاجات دي، بحب أروح وأستفاد. وقدمت هنا في ورشه الجلود، ما كنتش فاهمه اي حاجه في اي حاجه، حتى الخياطه بتاع الابره ما كنتش بعرف اخيطها ازاي، اصلا يعني الحاجه القديمه اعيد تدويرها، اللي علمنا ازاي نقص البتروم وناخد المقاسات. بحلم ان يبقى مشروع الخياطه ده يبقى في كل منطقه، يبقى في مشروعات زي كده كتير، مثلا خياطه للبنات والحريم اللي تقدر تتعلم بره، ويبقى في برضك مشروعات للست اللي قاعده في بيتها ان هي تقدر تنتج وهي في بيتها. ونفسي كل الناس تتعلم الصراحه، وتعلم حلو جدا على فكره. حلمي ان بابي يتقفل عليا من غير ما حد يزعجني ولا يضايقني. كل حاجه حبيتها وحلمت بيها لقيتها. هي دي مصر اللي انا حلمت بيها طبعا. تحيا مصر.